المشكله ان انت ما ينفعش تتفق مع واحد باسم حسن شحاته وبعدين تيجي تغير في اخر لحظه. يعني ما ينفعش تحط كابتن حسن شحاته ستاند باي، يعني عيب يعني، فاهمني؟ بس خلاص احنا اهم حاجه المنتخب والامور تمشي يعني. الفتره اللي هي بتاعت قبل اختيار كابتن حسام البدري كان تم الاتفاق مع كابتن حسن شحاته من خلال المسؤولين في اتحاد الكوره ومسؤولين في الدوله ان كابتن حسن شحاته خلاص هيمسك المنتخب، وكان خلاص يعني المفروض هيتم الاعلان عن تولي كابتن حسن شحاته. حصل حاجه مش مفهومه في اخر يوم، وكلموا كابتن حسن شحاته واعتذروا، وكان ساعتها فتره اللجنه بتاعت الاستاذ عمرو الجناين ومسك الكابتن حسام بدري. خلاص مفيش مشكله طبعا، نصيب، وكابتن حسن يعني من نوعيه الناس اللي هو يعني ادى لمصر كتير والمنتخب وخد بطولات، فكان اختيار الناس كان هو. بس المشكله ان انت ما ينفعش تتفق مع واحد باسم حسن شحاته وبعدين تيجي تغير في اخر لحظه. اتكرر الموقف ده برده قبل كيروش، كان برده كان مين اللي ماسك، كان كابتن حسام البدري نفسه اللي ماسك بقى المنتخب، وكان اتحاد الكوره بقى المهندس احمد مجاهد عايز، كان هو ماسك الاتحاد ساعتها او كانت لجنه ثلاثيه، فكان عايزين يغيروا برده يغيروا كابتن حسام البدري، فكلموا كابتن حسن شحاته واتفقوا، وكان حتى من خلالي انا يعني هم كلموني وانا وصلتهم بكابتن حسن، وكان خلاص الاتفاق خلاص، وحتى عملنا شكلنا الجهاز الفني المعاون لكابتن حسن، وكان كابتن ضياء السيد نفس الجهاز اللي كان مع كيروش كان مع كابتن حسن شحاته، كابتن ضياء السيد وكابتن وائل جمعه مدير كوره وكابتن محمد شوقي مدرب وكابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى، وبرده خلاص مفروض هنعلن تولي كابتن حسن شحاته تدريب المنتخب. راحوا حصل جالي اتصال تاني برده المهندس احمد مجاهد بيعتذر احمد مجاهد وبيقول لي ان احنا حصل اتصالات مع كيروش وكيروش وافق، فبتاسف وبعتذر لكابتن حسن وبتاع. فقلت له مفيش مشكله ونتمنى التوفيق لاي حد يجي، مهم المنتخب والكلام ده وخلاص. دي كانت المرتين اخر مرتين يعني اللي هي قبل اختيار كابتن حسام البدري وقبل اختيار كيروش. كبني ادم يعني اكيد هيزعل، وكاسم ان انت مره ما ينفعش مدرب كبير زي كابتن حسن شحاته بعيدا بقى ان هو والدي يعني اللي انت تقعد تتفق معاه، كنت انت بقى شفت الاختيارات الاخرى وقبل ما تكلم كابتن حسن وخلاص نجحت فيها اوكي، ما نجحتش تبدا بقى تتفاوض. يعني ما ينفعش تحط كابتن حسن شحاته ستاند باي، يعني عيب يعني فاهمني. فكانت حاجه زعل اكيد وكده، بس خلاص احنا اهم حاجه المنتخب والامور تمشي يعني.